بأن له أخ أكبر منه لا يصلي إطلاقا، ولكنه يصوم رمضان ويصلي في رمضان صلاة المغرب فقط مع الجماعة، فما الحكم في صيامه وصلاته؟ لا صيام له ولا صلاة ولا حظ له في الإسلام إلا إن تاب فرجع لتأدية الصلوات الخمس. ترك صلاة واحدة عمدا مبطل لما سبقها من العمل. ثبت في الصحيح أن من تعمد ترك صلاة العصر حبط عمله كله. طبعا من ترك صلاة العصر يقول النبي فقد حبط عمله. أما من فاتته صلاة العصر بسهو وغفلة أو تكاسل أو انشغال دون عزيمة على الترك، فهذا يقول النبي في حقه من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر الأهل والمال، وهذا أخف ممن يحبط عمله والعياذ بالله كله، نسأل الله العافية. لا حظ في الإسلام أو لا حظ لتارك الصلاة من الإسلام في شيء، والله أعلم.